السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن قانون الأحزاب السياسية الذي ستجري الانتخابات البرلمانية الجديدة وفق فقراته وآلياته، وعن مدى توفيره البيئة الانتخابية، وأيضا عن مدى التزام الأحزاب السياسية بنصوصه وضوابطه التي من المفترض أن تقام الانتخابات وفق مقتضياتها ومتطلباتها. هذه التغطية الخاصة ستكون باكورة التغطيات الإخبارية التي ستقدمها قناة الرافدين قبيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول، والتي ستركز على أهم القضايا والملفات التي هي على تماس مباشر بحياة الناس في العراق كالأمن والخدمات الأساسية والفساد الحكومي وغيرها، وكذلك الملفات ذات الصلة المباشرة بالانتخابات مثل قانون الانتخابات الجديد وإشراك القوات الأمنية والميليشيات في عملية الاقتراع والعزوف الشعبي عن المشاركة في الاقتراع وغيرها. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية الأستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي ضيفا في الاستوديو. أستاذ نوري، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وأيضا سيكون عبر الهاتف من باريس الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. دكتور رحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، وقبل النقاش مع ضيوفنا نشاهد وإياكم هذا التقرير. في عملية سياسية قد تكون الأسوأ في تاريخ العراق الحديث كما يقول أركانها أنفسهم، يحدث أن يصل عدد الأحزاب لأكثر من 300 حزب في نظام زاوج بين الدكتاتورية والفوضى لينتج حالة أودت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم. ولأن المتهم هو ذاته القاضي، فقد كان قانون الأحزاب الذي أقر عام 2015 مثالا في لي عنق النصوص القانونية وجعلها فضفاضة بما يخدم أهداف الأحزاب التي سطت على جميع مؤسسات الدولة. خبراء قانونيون تحدثوا عن الثغرات الجمة التي أدخم بها القانون، خصوصا أن فقراته تؤول بأكثر من شكل، كما أهمل عدة قضايا على رأسها تبعية الأحزاب للجهات الخارجية وتغذية الخطاب الطائفي، فضلا عن إقراره دعم الأحزاب بالأموال ما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي. لكن العلة الأبرز فيه هو التغاضي عن الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة والميليشيات التي أنشأت أسماء سياسية لخوض الانتخابات، إذ يمنع القانون هذا الأمر ظاهريا لكنه يتغاضى عنه طالما أن أغلب الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تمتلك أذرعا مسلحة. مفوضية الانتخابات رفضت التعليق على هذه الحيثية، واكتفى أحد مسؤوليها بالقول إن العملية السياسية برمتها قائمة على هذه الأحزاب، وتطبيق القانون يعني تغيير النظام السياسي في البلاد. وعلاوة على ذلك كله، تهمل السلطات الحكومية في العراق استغلال المال السياسي ومؤسسات الدولة، بل حتى المشاريع الكبرى في خدمة الأحزاب ومرشحيها، حتى أضحت شعارات إعادة الإعمار وتوفير الوظائف ركائز العمل الانتخابي بصورته الراهنة. مئات الأحزاب سجلت في المفوضية. يقول نواب في البرلمان إن الكثير منها لا وجود لها على الأرض، بل تستخدمها الأحزاب الحاكمة كواجهات جديدة بعد أن استهلكت ما لديها من وجوه وشعارات، ما يجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة مجرد مناورة سياسية لمنح العملية السياسية فرصة النجاة بعد أن شارفت على الموت خلال ثورة تشرين. إذن مشاهدينا الكرام، من فاتته المقدمة، نناقش في هذه التغطية الخاصة قانون الأحزاب السياسية الذي أقره البرلمان عام 2015 في الانتخابات التي ستجرى في 10 تشرين الأول. أبدأ معكم أستاذ نوري في قانون الأحزاب السياسية الذي أقره وسنه البرلمان عام 2015. نلاحظ أنه لم يرد فيه أي فقرة تشير إلى أي ضوابط لعملية تمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية، وحتى لم تكن هناك معلومات عن الأحزاب التي تمول نفسها بنفسها. هذا التغاضي وهذا السكوت مقصود أم أنه خطأ غير مقصود أستاذ نوري؟ نعم،
شكرا جزيلا من جديد على هذه الفرصة ولاستضافتكم في الاستوديو. شرفتنا استاذ. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. حقيقة استاذ محمد يعني هذا لم يكن خطأ. نعم. لأنه قانون الأحزاب رحل من الدورات سابقة. نعم. فبالتالي هو استفيض بالنقاش وعقدت جلسات عامة وجلسات خاصة ومناقشات مستفيضة مع ناس مختصين، وأنا حاضر إحدى هذه الجلسات في مجلس النواب للنقاش. نعم. حول هذا قانون، حول قانون الأحزاب تحديدا. نعم. التمويل في هذه الفقرة تحديدا، تمويل الأحزاب وتمويل الدعايات الانتخابية، كانت نقطة خلاف ما بين الباحثين في هذا في القانون. نعم. والمعدين إليه وبالتالي المشرعين. نعم. الخلاف هو الحزب كيف يمول نفسه والحزب كيف يمول الدعاية الانتخابية، وهذا إذا ما شرع وحدد في قانون يحد من نشاط هذه الأحزاب التي تريد الهيمنة على السلطة وهي الآن قابضة بشكل تشريعي وتنفيذي على السلطة. تعرف أنت اليوم هم في مجلس النواب وهم في مجلس الوزراء. نعم. مرشحي الكتل السياسية اللي موجودة في مجلس النواب نفسهم في المجلس الوزراء. نعم. في الحكومة. نعم. بالتالي السلطة والتشريع، السلطتين خلينا نقول التشريعية والتنفيذية، هي تحت سيطرة هؤلاء الأحزاب. طيب. أو الأحزاب الموجودة حاليا اللي هم يمثلون العملية السياسية. فكانت مو من مصلحتهم مثل هكذا فقرة تكون واضحة ودقيقة ومباشرة. بالتالي في بعض الأحيان قد يحق لك القول بأنه هم تغاضوا عنها أو تجاهلوها أو تقصدوا إهمالها. نعم. لمصلحتهم الحزبية، لمصالحهم الحزبية، باعدين المصلحة العامة الوطنية. تعلم أنت قانون الأحزاب مهمته الأساسية هي تنظيم الحياة السياسية للبلد. نعم. فبالتالي عندما يعني تضع قانون مهم جدا بهذا البلد، لأنه الحياة السياسية هي ما يعني على أثرها راح يكون أكو نظام اقتصادي، راح يكون أكو نظام اجتماعي. نعم. راح تكون أكو نظام تربوي بنفس الوقت. نعم. هاي كلها تجمع يعني لأنه السياسيين هم اللي يرحون المجلس النواب، بالتالي هم المشرعين. طيب. فيشرعون كل هالقوانين الأخرى. القانون هنا إذا ما يجي متكامل صحيح بأهداف وطنية، يعني لا يشرع في مزاج حزبي خاص لاستحواذه على السلطة، هو لا يمكن أن يكون بمستوى الوطن. الأهم من هذه الفقرة، الأهم من هذه الفقرة مو فقط الدعاية الانتخابية، تمويل الحزب نفسه. طيب. منين يمول الحزب نفسه؟ كان في القانون يفترض أنه يخصص للأحزاب من الميزانية العامة للبلد أموال تدفع لهذه الأحزاب، يعني الدولة تمول هذه الأحزاب. طيب هنا السؤال، شنو فضل هذه الأحزاب على الدولة حتى تمولها؟ كل الأحزاب لو أحزاب معينة، هو يفترض أنه كل حزب مجاز تموله الدولة، تموله الدولة. طيب. وفق القانون، وهذا وفق نشاطه، وفق جماهيريته، وفق حجمه كحزب سياسي وغيره. فهذا أيضا صار نقطة خلاف، لأنه طيب. الأحزاب اللي مهيمنة على السلطة وبديها مثل ما يقول مفاتيح صناديق الاقتراع. نعم. بالتالي هو هذا معيار حجم الحزب راح يكون. نعم. شنو معيار حجم الحزب؟ فعالياته الجماهيرية لو مقاعده بالبرلمان. المقاعده بالبرلمان هو أكو أحزاب قاعد نفسهم هم الأحزاب. بالضبط. اللي حتى الفائزين بالبرلمان هم دي يتهمون العملية الانتخابية بالتزوير، وكذا مرة تم إعادة فرز الصناديق. نعم. ما تمام؟ فبالتالي هنا هاي هم نقطة خلافية، يعني هاي أحزاب قد بالتزوير تمول بطريقة كبيرة جدا من 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 أموال الدولة. نعم. هذا تم تعطيله. طيب تم تعطيل هذا، الأحزاب من تجيب فلوس؟ شنو تمويلها؟ تمويلها يفترض انه يكون الاحزاب يعني بالقانون هم تحدد. نعم. انه من اشتراكات الاعضاء وتبرعات الناس. تبرعات الجمهور المساندين. طيب. من لهذا الحزب. طيب. ونشاطاته الثقافيه. هذني هاي الاموال يفترض انه هي فعلا يعني اموال الحزب، ما حد ينكرها عليه. طيب. ولكن هي اموال الدوله، لان مال عام هذا يعتبر.
هاي الناس تبرعت به، الناس جمعته، مو مال سين وصاد من الحزبيين. ولكن هناك الكثير من الأحزاب تمول من خارج العراق أستاذ. هذا ممنوع. طيب هذا يفترض ممنوع بالقانون، يفترض واضح بشكل مباشر، يفترض أن يجرم الحزب السياسي الذي يمول من الخارج. لأنه لماذا يمول؟ نعم معناته هو لديه ميول، نعم، أو انتماء لتلك الدولة، فممكن يعني الاتهامة بالتخابر، بالعمالة، نعم، بغير هاي التفاصيل كلها. طيب فبتفترض هاي جريمة. طيب يحاسب عليها الحزب وفق القانون. سنبحث هذا الموضوع بشكل مفصل، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. دكتور رحيم، من وجهة نظر قانونية، مسألة التغاضي عن التمويل الحزبي، هل هناك آثار قانونية مترتبة على هذا السكوت وهذا التغاضي دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك محمد وتحياتي لضيفك الكريم في الاستوديو ولمشاهدي قناتي. صورة عامة، الأحزاب السياسية في أي دولة يستوجب أن تتنافس فيما بينها للوصول إلى مواقع لإدارة الدولة ثم تقديم الأفضل من الخدمات للمجتمع. يعني هذه كل قوانين الأحزاب بصورة عامة تنظم آلية التسجيل، الإشهار، ثم بعد ذلك الإعانات، المنح المالية، كل أنت أشرت إلى نقطة، ونحن في باريس اليوم تم الحكم على ساركوزي رئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية، وهي الحالة الفريدة في التاريخ الفرنسي أن يحكم على رئيس لأنه تقاضى أموالا من جهة أجنبية طبقا للقانون من الفرنسي. طيب فهو حكم اليوم سنة مع النفاذ. نعم هذه اليوم في باريس. إذا الجانب المالي، يعني صحيح المادة 33 من القانون، من قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 تقول مصادر التمويل لكل حزب اشتراكات الأعضاء، التبرعات والمنح الداخلية، عوائد استثمار الأموال، الإعانات المالية من الموازنة العامة. وهذه نقطة جدا مهمة، أنت أشرت قبل قليل وسألت الضيف الكريم. نعم. أنا من أقرأ النص القانوني، يعني احنا الان عندنا حوالي 209 حزب مجاز راح يشترك في الانتخابات القادمه، وخصص من ميزانيه الدوله، من ميزانيه الدوله التي يعاني الشعب العراقي شرف العيش. نعم. 20% لكل حزب تم تسجيله، و80% من الواردات لكل من يفوز بالانتخابات. يعني انا استغرب حزب يريد يعتقد انه هو قادر على ان يلبي طموحه، عنده لديه برنامج يلبي طموحات الشارع العراقي، يعتاش على 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 الخزانه العامه. كيف يعتاش على الخزانه العامه؟ هي هذه نقطه انا استغرب النص لماذا مرر هكذا. يعني انا عندي الثغرات الموجوده في هذا القانون كثيره، الاعانات الماليه، منح الحكوميه، التسجيل المشروط. كلمة التسجيل المشروط، يعني حوالي 25 حزب لم تفي بمتطلبات التسجيل، أعطيت الإجازة على أنه تستكمل بعد ذلك بمرور الأيام. نحن لدينا قانون مهلهل، قانون بكل صراحة مهلهل، لأن المادة 5 تقول يؤسس الحزب على أساس المواطنة. طيب كيف إذا على أساس المواطنة وأنت إما حزب قومي وإما حزب طائفي وإما حزب يمتشق السلاح في ساعة في وضح النهار، كيف تكون على أساس المواطنة في هذه الحالة؟ لأنه الآن نص صريح يجب أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية. الآن كل الأحزاب السياسية التي رأيناها من 2003 إلى يومنا هذا لديها أجنحة عسكرية، هم قسموا الحزب إلى قسمين، قسم عسكري وقسم سياسي. قسم سياسي يشترك في الانتخابات، والقسم العسكري يغذي، والقسم العسكري يغذي ما يتحصل عليه للجانب المدني في هذه الحالة. الحقيقة هذا القانون مو بس قانون مهلهل، قانون طيب. طيب.
طيب دكتور، دعني أنتقل إلى الأستاذ نوري. أستاذ نوري، فصل الدكتور رحيم من وجهة نظر قانونية هذا التغاضي عن مسألة تمويل الحزبي، وأشار لنا إلى ما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا السكوت، ولكن من زاوية سياسية، هل هناك آثار سياسية تجاه هذا الصمت عن تمويل الحزبي في الانتخابات القادمة مثلا؟ الأثر السياسي الواضح بهذا التغاضي، نعم، أو يعني القصد في عدم تحديد يعني سقف ميزانية الدعاية الانتخابية وتمويل الأحزاب هو ديمومة الأحزاب الفاعلة بالسلطة اليوم. يعني هذا الأثر السياسي. يعني احنا لماذا صار يعني الحديث خصوصا مع الشباب التشرينيين اللي يعني تمت دعوتهم وتشجيعهم إلى تأسيس أحزاب، ومن ثم أنه هذه الأحزاب ماذا ستؤثر، كيف ستنافس مع الأحزاب التي الفاعلة في السلطة اليوم. هو هذا الأثر السياسي على هذا قانون الأحزاب. قانون الأحزاب فصل على قياسات هذه الأحزاب الموجودة، فبالتالي الأحزاب الناشئة، الأحزاب الجديدة التي يفترض أن تنافس بمسافة متوازية مع تلك الأحزاب فقدت هذه المسافة. لا يوجد يصير يوم الحزب الجديد، لما حزب جديد يظهر على الساحة ويريد يشارك بالانتخابات، يعني هو صحيح أنه هذا أكو حزب قديم وأكو حزب جديد، ولكن أكو سقوف عامة يفترض أنه تتحدد بمسافاتها مع الأحزاب بشكل عام، على اعتبار أنه القوانين، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب يفترض أنه يكون محايد مع الأحزاب بشكل عام. صحيح. فبالتالي السقوف المفروض تكون محددة وواضحة ويصب في مسافة يعني متوازية مع كل. أستاذ نوري، يعني هذا القانون يعطي انطباعا حسب فهمي المتواضع بأنه هذه الأحزاب باقية ما دام بقاء العملية السياسية، لأنها تأخذ تمويلها من الدولة أو من خارج الدولة. ما هو شوف، بكل صراحة ما دام هذا قانون الأحزاب موجود، نعم، وما دام هذا قانون الانتخابات موجود، هم نفسهم هذه الأحزاب يرجعون من جديد لمن؟ للبرلمان. نعم. ولما تكون أكو تعديلات أو تشريعات جديدة ما راح تخرج عن أيضا عن مصالحهم. الخلافات حتى وإن كانت هنالك خلافات على مضامين بعض البنود أو فقرات في القوانين، هي خلافات لمصالحهم وليست صحيح لمصالح الآخرين. نعم. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال، وأنا دائما أقولها، تحديد موعد الانتخابات المبكرة، نعم، التي يعلنون عنها كأحزاب سياسية بأنها جاءت لاستجابة لمطالب التشرينيين، نعم، هي العكس تماما، هي جاءت لمصالح هذه الأحزاب ولحل النزاعات الداخلية عند هذه الأحزاب. تصدير النزاعات عن طريق انتخابات مبكرة. بالضبط، هم يريدون يحلون النزاعات بيناتهم. نعم. يحلون النزاعات والخلافات اللي موجودة بيناتهم كأحزاب متحكمة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. نعم. فلجأوا للانتخابات المبكرة، لأن أنت تعلم حكومة عادل عبد المهدي ما جاءت بارتياحية. نعم. نيابية، ما جاءت بكتلة أكبر، ما جاءت بحزب فائز بمقاعد الأكثر عددا وهو صار الكتلة الأكبر، بالتوافقات جاءت بطريقة توافقية غير مطلقة. نعم. بتوافقية غير مطلقة، يعني خلينا نسميها بالعامية يقول لك بالمراضة. فبالتالي أنتجت حكومة عادل عبد المهدي سرعان ما وصل الحال بها إلى ما شاهدناه جميعا، وتصرفات هذه الحكومة مع شباب تشرين. حكومة الكاظمي لم تكن أحسن أو أفضل. نعم. من حال حكومة عادل عبد المهدي، يعني بنفس الطريقة جاءت، ولكن الفارق أنه الـ يعني السلوب أو السلوك أو الطريقة التي تبعوها مع الشباب المتظاهرين تغيرت. نعم. فبالتالي هي تمكنت هذه الحكومة من امتصاص غضب الشارع، من امتصاص غضب الشباب المنتفض، وحولت العملية من يعني باتجاه إسقاط هذه المنظومة السياسية. نعم. إلى إصلاحها. وحتى موضوع من داخل. أستاذ نوري، حتى موضوع
يعني الانتخابات المبكرة في أكتوبر هي مقصودة. سأناقش معك هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور رحيم الكبيسي. دكتور رحيم، يعني هل هناك قانون آخر يعني يحاسب القوى الحزبية حيث حينما يثبت استيلائها على المال العام وبالتالي أيضا استيلائها على موارد الدولة الرسمية، وبالتالي يكون التسخير في تمويل الحملات الانتخابية لهذه الأحزاب، هل هناك قانون معين؟ القانون المدني صريح في هذه حماية النظام العام، حماية مدنية وحماية جنائية. حماية المدنية يعني لا يجوز التصرف بالمال العام، لا يجوز الحجز على المال العام، لا يجوز اكتسابه بالتقادم. والحماية الجنائية بما ترتبه قوانين العقوبات في كل دول العالم، منها القانون رقم 111 سنة 69. هذه أموال، أنت تسمع باستمرار لا يجوز للحزب السياسي مزاولة أعمال تجارية بقصد ربح. طيب، هم يقولون هذه الأحزاب فيما بينهم عندما يتقاتلون ويتخاصمون يقولون الفساد عشعش في ظل هذه الحكومات من 2003 إلى يومنا هذا. هم يقولون بالمادة 39 ضرورة إيداع أموال الحزب في المصارف وتكون مراقبة من قبل ديوان الرقابة المالية. يعني ديوان الرقابة المالية إذا ما نما إلى علمه أن هناك خللا في هذه الأموال المودعة على المصرف لصالح هذا الحزب أو ذاك، على المدعي العام من يتحرك في هذه الحالة. هم يقولون تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، المادة 42. كيف عندنا أحزاب تتسول؟ أنا الذي يتسول في الشارع يجب أن تمد الدولة اليد إليه. لكن هذه الأحزاب التي تريد لديها برامج لكي تحقق طموحات الشعب العراقي، وإلى به وحددوا هذه بالمادة 44 20% على كل الأحزاب السياسية المسجلة طبقا للقانون. عند 209 راح يشاركون بالانتخابات في العشر أيام القادمة. هذول استلموا من الدولة الآن 20%، مجرد التسجيل 20% من ما قررته الموازنة. وزارة المالية تخفض سعر الدولار والمواطن يعاني، لكنها تعطي للحرامية أو الذين يتهمون بأنهم سراق المال العام 20%، و80% على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد. عندنا المادة 47 يعاقب بالسجن، وكلمة بالسجن في لغة القانون يعني 5 سنوات فما فوق، وكلمة حبس يعني 3 سنين فما دون. يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب تنظيما عسكريا أو ربط الحزب مثل هذا التنظيم. طيب هذول الأجنحة في بدر والنجباء والعصائب، مش عندهم كلهم بالشارع وحتى سيطروا على المنطقة الخضراء؟ لمن تابعين هؤلاء؟ تمويل الأحزاب دكتور تشارك بالانتخابات دكتور، تمويل الأحزاب يعني يرسخ الفساد الحكومي أكثر؟ بالتأكيد، لأنه هو هذا الآن، هذا التمويل هذا الآن تشوف أنت على الساحة. كم يصرف هؤلاء الذين على الدعاية الانتخابية؟ طيب، عشرات الملايين. طيب هذا الآن أي موظف سواء كان موظفا عاما أو حتى عضو مجلس نواب قد تحدد له مرتبا شهريا، مين هذه الملايين؟ إذا هناك جهات تمول، جهات داخلية لكي تستفيد في مستقبل الأيام عندما تتشكل الحكومات، أو جهات أجنبية، وهذا اللي نستطيع أن نصمها بالخيانة العظمى. يعني اليوم الحكم الذي صدر على ساركوزي هذا أقصى عقوبة حسب القانون، أقصى عقوبة على رئيس سابق ورئيس أسبق، لأنه استلم أموالا من جهة أجنبية لتغطية الحملة الانتخابية. نعم. عندما كان رئيس الجمهورية. نعم. وثبت القضاء هكذا. نحن نريد قضاء كالقضاء النظيف النزيه، نريد مدعي عام يتحرك عندما ينمو إلى علمه أن هناك خللا أو هناك سرقة للمال العام. دون ذلك سندور 209 يعني سيشتركون بالانتخابات، كم سيأخذوا من ميزانية الدولة؟ كم سيأخذوا من ميزانية مجرد تسجيلهم؟ مجرد يعني الآن استلموا المبالغ، الآن خلي يطلع وزير المالية ويقول إنه هذه 209 طبقا للنص الموجود في المادة 42
مادة 44 هل أعطيت هؤلاء 209 الأحزاب هذه 20% من مبلغ كم؟ من مبلغ كم؟ ثم بعد ذلك من يفوز يأخذ 80%، من يفوز يأخذ 80% بحسب عدد المقاعد. هذه الثغرات موجودة الحقيقة في القانون، وأنا أقرأ. نعم دكتور. دكتور إن سمحت لي مشاهدينا الكرام ضيوفنا، يعني سنتناول إنفوغراف يتناول أهم الثغرات الموجودة في قانون الأحزاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية الخاصة قانون الأحزاب السياسية الذي أقره البرلمان عام 2015 في الانتخابات التي ستجرى في 10 من تشرين الأول. أستاذ نوري، هل لعبت الصدفة دورا في موضوع الانتخابات حيث أنها جاءت يعني متلازمة مع الذكرى الثانية لثورة تشرين حتى لا نغادر هذه النقطة؟ حقيقة أنه شوف الحديث هو جرى عنها من أو تحديدها من قبل الأحزاب نفسهم اللي هم مشاركين اليوم بالسلطة. نعم. وهم اللي يردون الانتخابات، هي كان المفروض بالشهر السادس. سادس. تم تمديدها إلى في هذا الوقت تحديدا، والكثير من عندهم من تحدث بأنه هذه الانتخابات جاء موعدها لاستغلال عواطف الناس في هذه الفترة. فترة الدعاية الانتخابية جاءت هي في ما بين 10 من محرم و40 يتم الإمام الحسين. نعم. وهذا يفترض أنه طبعا يعتقدون كما في السابق بأنهم هم قادرين في هذه الأيام يعني في التأثير. نعم. التأثير على على الناس من خلال العواطف الدينية والمذهبية والطائفية. فهم نسوا أنه انتفاضة تشرين. نعم. هي كشفت للعالم بأنه الشعب العراقي لا يفكر بطريقة طائفية. نعم. صحيح. ولا يفكر بالعواطف التي جيشوا لها بعد 2003 إلى يعني 2019. نعم. اليوم الشارع بدأ مزاجه يتغير، ودليل على ذلك العزوف عن المشاركة بالانتخابات. هسه واحد يقول بعد الانتخابات ما صارت، احنا نقول العزوف عن شنو؟ عن تحديث السجلات. طيب. مما تسبب او دفع بمفوضية الانتخابات باحتساب نسبة المشاركة على اساس المحدثين. فبالتالي الاخرين الذين لم يحدثوا، هل اسقطت جنسيتهم العراقية؟ هل أسقط حقهم الدستوري في التصويت؟ هل أسقطت حقهم الإنساني كحقوق إنسان؟ نعم. في المشاركة في العملية السياسية، ما هم عدم مشاركتهم هي عدم مشاركة سياسية لو مشاركة سياسية؟ وفق المفهوم السياسي عدم المشاركة والمقاطعة هو مفهوم سياسي. أني احتج على إجراء هذه الانتخابات بهذه الطريقة وبهذا الموعد تحديدا وبهذه الظروف وبهذه القانون أو القانونين، القانون الأحزاب وقانون الانتخابات، فما أشترك. هذا موقف سياسي، مو موقف يعني مو موقف لا وطني مثل ما البعض يتحدث عن أنه المقاطعين هم دي يبعدون الناس عن الوطنية والدافع الوطني يجب أن يكون في المشاركة بالانتخابات. لا، العملية السياسية مو انتخابات فقط. ما هي حتى الانتخابات 2018 كان نسبة المشاركة 18%. أحسنت. هو نعم. نفس الشيء يعني هسه اليوم شو تغير عند الناس؟
شنو اللي تحسن يعني بال 2018 كانت يعني يعني شوف اكو نقطه كلش مهمه نعم. هسه ذكرتها بال 2018 كانت الاحزاب السياسيه تمتلك زهو النصر نعم استعاده المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش نعم وهذا زهو النصر يحفز يفترض الجمهور للمشاركه ودعمهم بالانتخابات ومع ذلك مشاركوا نعم طيب جت حكومه عادل عبد المهدي نتاجا لهذا المشاركه لهذه الانتخابات نعم. التي هي بنسبه 18% وقتلت المتظاهرين نعم. بالتالي هل من الممكن هذه الاجراءات هي محفز للجماهير للمشاركه بشكل اوسع صحيح. بديهيا لا صحيح. بديهيا نعم. لا غير منطقي يعني مو منطقي جاءت حكومة الكاظمي ماذا حسنت هل الكهرباء تحسنت في العراق هل تم تبليط الشوارع لا. هل رفعت النفايات من بغداد لا. كل ذلك لم يتحسن لم يتغير على العكس بالمطلق جاء حكومة الكاظمي لتردم هوة الفساد اللي موجودة على أثر الحكومات السابقة والأموال التي انهبت حتى تعالج أزمتها الاقتصادية كحكومة نعم. ذهبت باتجاه رفع سعر الدولار أمام الدينار صحيح. العراقي وجوعت الفقراء جوعا طيب. أكثر من طيب. ما هم جائعين وحتى يشبعون أبطنهم طيب دكتور رحيم موضوع ديوان الرقابة المالية يفترض كل حزب يقدم حساباته إلى هذا الديوان ديوان الرقابة المالية هل هذه النظرية صحيحة دكتور رحيم؟ ديوان الرقابة المالية يراقب نعم. يراقب بالتأكيد الأموال أموال الحزب يجب أن تودع بمصرف وكل الإيرادات التي يمكن أن تأتي لهذا الحزب في هذا المصرف ومصرف محدد باسمه ومكانه وبالتالي ديوان الرقابة المالية يبعث بموظفيه إلى 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 المصارف إلى إلى حسابات هذه الأحزاب ويرى فيما إذا كانت هذه الحسابات سليمة أو غير سليمة عند ذلك يحيل الأمر إلى القضاء يعني هي أكثر من النزاهة نعم أمر أكثر من النزاهة لكن أنت تعرف الذين يسيطرون على العملية السياسية والذين يسيطرون على الأحزاب هم الدولة والسلطة وبالتالي من الصعب يعني هم يدعون كذبا بأنهم يمثلون شعب العراق يعني نقطة مهمة يجب أن تكون في ذهن عدد أعضاء الحزب اللي يتقدمون للتسجيل 2000 شخص نعم 2000 شخص بثلاث محافظات كنا طلبنا إحنا إذا يقول حزب وعنده جماهيرية 5000 ومن 5 محافظات لا لانه الجماعه حاصرين نفسهم بمحافظه ومحافظتين نحن لا توجد لدينا مركزيه جغرافيه يعني لا يوجد لدينا حزب يغطي جغرافيه العراق او يغطي غالبيه جغرافيه العراق لا يوجد لدينا من هذه الاحزاب سابقا الاحزاب السابقه اللي في ظل النظام السابق كان حزب الوحده اللي حزب البعث مسيطر على الشارع في كل المكانات وكانت هناك احزاب اسلاميه حزب الدعوة والحزب الإسلامي تغطي نسبة معينة وكانت هناك أحزاب قومية أيضا في هذه الحالة الحزب الوحدة حزب كثير لكن بعد الاحتلال بعد الاحتلال انكفأت تلك الأحزاب كثيرا ولم يبقى إلا الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني وحصروا أنفسهم في شمال العراق فقط إذا نحن لا توجد لدينا جغرافية تغطي وجود هذا الحزب أو ذا إذا الجماهيرية مفلومة الشرعية مفلومة في هذه الحالة لا توجد شرعية لهذه الأحزاب أنت عندما تذهب إلى أي دولة تجري لكن يوم انتخابات في ألمانيا السنة القادمة انتخابات في فرنسا نعم. الأحزاب الموجودة الديغوليين الاشتراكيين اليمينيين اليمين المتطرف موجود على مستوى الساحة الفرنسية أو الساحة الألمانية لكن إحنا ما معقول الآن تقول لي أنا أمثل الشعب العراقي وأنت لا تستطيع أن تذهب أو تفتح مقرا في محافظة من المحافظات وأن كان شمالية أو جنوبية أما بالنسبة للثوار تشرين نعم ثوار تشرين كان المفروض لولا الموقف الدولي أقول غير الموقف الداخلي عندما يتعرض المتظاهرون لهذه النكبة أسميها أنا
وقتل من قتل وجرح من جرح، لن يتحرك أحد. في حين هذا النفاق الأوروبي عندما تكون مظاهرة في مكان ما رأسا بيانات ودعوة مجلس الأمن إلى جلسة طارئة، لكن عندما استشهد أكثر من 600 شاب لا قبل لهم إلا أن يقولوا نريد وطنا، وأكثر من 25 إلى 30 ألف جريح، وبالتالي صمت المجتمع الدولي كثيرا وخصوصا الأمم المتحدة مع كل الأسف. لكن الشارع أقول لن ننسى لن ننسى لن ننسى بالتأكيد المستقبل لهؤلاء الشباب، وهؤلاء الشباب من 15 إلى 25 سنة. طيب دكتور، هم دول 2003 بعدهم انت جاي للدنيا. طيب دكتور، أريد سؤالكم عن يعني هذا القانون منع امتلاك الأحزاب للميليشيات والمنظمات المسلحة، سأناقش معكم هذا المحور، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ نوري. أستاذ نوري، هناك من يقول إن عملية التغاضي عن قانون الأحزاب هو شكل من أشكال الاستحواذ على المال العام بصورة رسمية، تتفق مع هذا الطرح؟ الحقيقة يعني شوف، هو الاستحواذ على السلطة الهدف من عنده هو الاستحواذ على رأس المال العام. نعم. يعني أكو قضيتين أساسية، هو الأحزاب السياسية اليوم حتى هذه الانتخابات الحالية إذا ما اطلعنا على برامجهم السياسية أو برامجهم الانتخابية لم نجد برامج وفق المعايير الوطنية التي ستقدم الخدمات بشكل صحيح وبشكل واضح. نواب أنفسهم، مرشحون أنفسهم لا يعلمون ما هي مهامهم، ما واجباتهم. لا أريد أذكر اسمهم، ولكن أنا سألت إحدى المرشحات، نعم، ماذا ستقدمين؟ أنت نعم. تحدثت عن تبليط شوارع، مجاري، ما أعرف إيش. بالحرف الواحد قلت لها هذه مهام المحافظ، نعم، مدير البلدية. صحيح. هذا مو شغلك تحديدا، هذا مو شغلك، هذا شغل من؟ شغل الدوائر الخدمية. نعم. المرتبطة بالمحافظة. نعم. أنت بمجلس النواب شنو راح تسوين؟ لذلك احنا يعني الحديث عن قانون أحزاب حالي أو نعم، قانون انتخابات حالي وفق المعايير النظام المحلي، قلنا أنه هذا ما ينسجم مع الموقف العام بالنسبة للعراق. نعم. اليوم يعني لا تتحدث لي عن قانون انتخابات في مصر أو في بريطانيا. احنا مصر الاستقرار السياسي والاقتصادي اللي موجود عندهم، بريطانيا صار لهم مئات السنين هم ينتخبون بهذه الطريقة. نعم. احنا صعب عندنا، احنا نحتاج إلى معايير وطنية، إلى أشخاص وطنيين. احنا نحتاج نقول للجمهور، للناخب أنت المفروض تنتخب نائب يرسم لك سياسة الدولة، يرسم لك البرنامج الاقتصادي للدولة، مو يسوي لك مجاري، مو يبلط لك الشارع، مو يبني لك مدرسة. هاي مو شغل النائب. صحيح. النائب. صح. هذا فقد. صح. هذا فقد حقيقة. نعم. فبالتالي ما تلقى. ليش تحولت القضية من يعني ليش تحولت القضية من المحافظات، أو المرة كان على الموقف الوطني بعد المحافظات إلى الموقف المحلي؟ غالبا هم يتحدثون على اعتبار أنه حتى نمنح فرصة لمن؟ للنواب أو للمرشحين، ويرشحون على قد دائرتهم، مصروفهم يكون على قد دائرتهم. طبعا هذا خلاف الواقع. خلاف الواقع، بالعكس هذا يأزم الأمر على المستقل. نعم. على النزيه، على الوطني اللي معروف على مستوى العراق. يعني سين من الناس هو معروف على مستوى العراق. نعم. يجي بالمنطقة مالته أكو أحزاب سياسية لديها القوة المالية والعسكرية ونفوذ الإداري، ما يقدر ينافسه حتى داخل دائرته الصغيرة. بالضبط. نعم صحيح. فبالتالي هذا مو من مصلحته. من مصلحة من هو؟ من مصلحتهم دول الأحزاب. ليش هم هم ذهبولها؟ مو بس حتى يحددون حركة هذا المرشح، بالعكس، بس لأنه المال العام قل. نعم. المال العام قل. نعم. استغلاله بالدعاية الانتخابية ما راح يكون مثل الأول. فبالتالي لازم يطلعون منين؟ يطلعون من جيوبهم اللي هم أصلاً أخذوه منين؟ من المال العام. مال العام. فما يردون يطلعون هواي.
صحيح يطلعون على قد هذه الدوائر بالضبط. ده تشوف نعم شلون نعم. يعني خلينا نسميها مثل حسابات بي بي تي، شلون تحسب ان كانت العيديه؟ نعم الزم سري الزم سري اي نعم. فهاي الحقيقه يا اخي، فالمال العام هو هدفهم الحقيقي. هي يعني احنا لما لو يعني دائما قلنا مثلا قانون الاحزاب من تم تشريعه، قانون الانتخابات نعم. من تم تشريعه على حساب عوده هذه الاحزاب، بمعنى انه بمعايير حزبيه وليس وطنيه بالضبط. خش نعم. الحزب شيريت نعم من يقعد هو الحزب المفروض ما كانت له هم السلطه لا. المفروض الحزب اللي ينافس السياسي المفروض همه هو تنفيذ برنامجه بالضبط. خش وينها برامجهم وين برامجهم الاقتصاديه وين برامجهم السياسيه؟ هم حتى مساله التصويت يعني ياخذون الاوكي خلينا نقول من رئيس الحزب مالتهم يلا يعني ايه؟ يعني هو اصلا مو حر في مساله التصويت على قانون معين او هو هذا يرجعنا الى من نعم. الدوائر الصغيره دوائر الصغيرة. انت خليتني اني كمواطن ما عندي القدرة غير أنتخب سين وصاد اللي موجودين بمحلتي بالضبط. لبستني جصانيات بالضبط. وخليتني ما أشوف منها ومنها صحيح. وذاك اليوم أنا استغرب واحد من المرشحين هو نائب يتحدث يقول الدوائر الانتخابية تمنح المواطن الفرصة لمعرفة النائب المرشح أو المرشح. ليش هسه إحنا قمنا حد مع يعني معرفتنا على قد القهوة نعم مال المحلة نعم نعم. هذا من القهوة رشح نعرف يعني أقصد القهوة يعني صحيح الجلسة مالتنا جلسة صحيح. ليش إحنا هسه المرشحين بأمريكا قمنا نعرفهم ومنو راح يفوز صحيح صح صحيح أستميحك عذرا سأنتقل إلى الدكتور رحيم. دكتور رحيم يعني لو جوبه مشرعو القانون بسؤالهم عن يمنع القانون امتلاك الأحزاب يمتلكون ميليشيات ومنظمات مسلحة، لكن إذا أتينا على واقع الحال يقول عكس ذلك، حيث أن الأحزاب تمتلك ميليشيات وتمتلك أيضا منظمات مسلحة. هل هذا تناقض في مسألة الطرح دكتور رحيم؟ هو هذه الحالية دائما نسمع من الحكومة السلاح المنفلت، السلاح المنفلت، ضرورة السيطرة على السلاح. المسألة تحتاج إلى قرار. نعم. ونحن حكومتنا تفتقد القرار مع كل الأسف يعني. نحتاج إلى قرار. كل هذه الأسلحة يجب أن تسلم إلى الدفاع وإلى الداخلية. طيب. لا يوجد سلاح خارج الدفاع والداخلية. كل سلاح خارج الدفاع والداخلية سلاح محرم. لكن مع كل الأسف الحكومة ضعيفة والأجهزة ضعيفة. مو الأحزاب الدكتور مو الأحزاب شو تقول بأنه إحنا ما دام عندنا جناح سياسي لدينا جناح مسلح وهذا لا ينافي القانون حسب قولهم. لا نعم. هذا القانون اللي يقولون عليه هذا لأن دول العالم كلها عندها أحزاب. نعم. لكن عندها وزارة الدفاع وزارة الداخلية. وزارة الدفاع حماية أسوار البلد الخارجية، وزارة الداخلية حماية النظام العام في الداخل، حماية أمن الناس وصحة الناس وسكينة الناس وأخلاق الناس. هذه أنظمة موجودة في كل دول العالم. لا يحتاج إذا يجينا واحد يفهمنا الشغلات هذه. هذه هذول اغتصبوا سلطة. إحنا عندنا دستور يقولون هذا الدستور في سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. لا يجوز اعتداء سلطة على اختصاص سلطة أخرى. وبالتالي يعتبر التصرف منعدم لا وجود له لا أثر له. هذه كل القضاء الدولي والقضاء المحلي يقول هذا الكلام. لكن مع كل الأسف هذا انت هسه الأخ حمدان ذكر نعم. نقطة نعم. قليل بالنسبة للمرشحين نعم. اللي جايب محطة مولدات يا أخي هذه نعم. السلطة التنفيذية وينها؟ هذا يجب أن يلقى القبض على هذا النائب وترفع الحصالة منه. لكن المحافظ شو يسوي؟ رئيس البلدية شو يسوي؟ رئيس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء شو يسوي؟ ليه ده هذا فلوس يروح يفطر على المحافظات ووزع الفلوس؟ هذا سراق المال العام. هذول سراق المال العام مكانهم السجن وليس مكانهم يترشحون مرة أخرى. يعني مع كل الأسف أنا سمعت واحدة من النائبات نعم قالت يا جماعة هون رجب هذه اللي تستهدون هذه المحولة لكم.
لكن إذا ما انتخبتونا ترى نتعبد المحولة منكم. طيب دكتور سؤالي الأخير لحضرتك قبل أن تغادرنا، أليس من الأجدر أن يوجد هنا قانون، هذا القانون يحاسب الحزب أو أعضاء الحزب عندما يثبت أن لهم علاقة بالخارج؟ هل وارد في هذا في القانون؟ هو طبعا كل القوانين تعتبر مجرد التعامل مع جهة أجنبية. نعم. مثل المواطنة هذه يعني مو بس الحزب وإنما الدولة نفسها السلطة نفسها عندما ينمو إلى علمها أن شخصا ما سواء كان منتميا لهذا الحزب أو غير منتمي لهذا الحزب قد استفاد من ميزة من هذه الجهة الأجنبية يجب محل القضاء. الحقيقة قانون العقوبات لم يترك، قانون رقم 111 لسنة 69 لم يترك شاردة أو واردة إلا على جهة لكن التنفيذ وين والنص وين؟ العبرة بما وقر في النفوس وليس بالنصوص. النصوص موجودة لكن الذين يرتكبون الجريمة غطب الشارع العراقي كل مع كل الأسف يعني. أنا أشكرك دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي من باريس، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ نوري، أحزاب سياسية تتنافس على في إطار عملية انتخابية ديمقراطية أو هكذا يفترض، لكن ما الذي يجعل الأحزاب بحاجة دائمة مستمرة إلى الميليشيات؟ ما السبب في ذلك؟ طبعا إذا تسمح لي بداية تعقيب. نعم. قصير. نعم. مع الأستاذ رحيم، حقيقة يعني اللي جاب مولدات أو محولات. نعم. للمناطق أو الدوائرهم الانتخابية يمكن إحنا تابعنا جميعا مو. نعم. كل النواب أو مو كل المرشحين عندهم القدرة يجيبون ذول. طيب. وما جابوا من فلوسهم. طيب. بس هذا تواطؤ السلطة التنفيذية مع ذول المرشحين. لأنه هاي اجت منين؟ اجت من مديرية الكهرباء المحولات. طيب. ما استوردوها. نعم. صناعة لو ديالا لو بابل. طيب. اللي موجودة شفناها بالصور احنا. نعم. وهكذا. يعني حتى هاي الحكومة ما وقفت بمسافة واحدة مع الجميع. نعم. يعني إذا نائب يروح يجيب محاولة لازم كل النواب الحكومة توزع لهم محاولات يروحون يودونها مناطقهم. فلذلك احنا نقول هاي مو شغلتهم. نعم. هاي مو شغلتهم. يفترض انه ينمنعون. نعم. يفترض في فترة الترشيح والنواب بشكل عام يفترض انه ما يرحون للدوائر التنفيذية. طيب. يوجهون خطاب رسمي بالاستفسارات والمراقبة. مو يرحون يجيبون مولدات ويودونه يقولون حجبناها. صحيح. للناس. نعم. اي هذا جانب. الحقيقة الأجنحة العسكرية وفق القانون والأستاذ رحيم ذكرها هي ممنوعة. يمنع القانون، قانون الأحزاب، قانون الانتخابات يمنع أي حزب سياسي يمتلك جناح مسلح. نعم. والأحزاب السياسية اللي موجودة اليوم واللي عندها أجنحة مسلحة ما تعلنها علانية. نعم. أو ما مثبتتها على الورق بشكل رسمي بأنه هذا نص جناح سياسي وهذا جناح عسكري. فبالتالي هي هاربة من هذا الموضوع. نعم. خوش ليش هم يردون يعني حريصين على امتلاكهم الأجنحة المسلحة؟ أول نقطة للصراعات ما بيناتهم. للصراعات ما بيناتهم والاستقواء واحد على الثاني بهذه القوات. اثنين هم يقولون أيضا يقولون الوضع بالعراق بشكل عام ما مستقر، فليش سين ما يسلم سلاحه وأنا أسلم سلاحي؟ فبالتالي الصراع هو بيناتهم كأحزاب، ما عندهم مشكلة ويا الناس. الناس ما عندها مشكلة. الناس والدليل على هذا ثورة تشرين أذابت كل المحاصصات الحزبية والطائفية. هذا دقيق جدا. نعم. يعني ثورة تشرين يعني علامة فارقة حقيقة. نعم. يعني علامة فارقة سجلت للشعب العراقي بحروف من ذهب أنا أقولها. نعم. نعم. أثبت الشعب العراقي للعالم أجمع بأنه لا طائفي. بالضبط. ولا كتلي. صحيح. ولا متحزب لجهة معينة، هم عراقيين بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن التوجه، بغض النظر عن القومية أو المذهبية. نعم. الجميع يبحث عن العراق الحقيقي على مستوى الوطن. هاي علامة فارقة. فبالتالي هذا الحرص الحقيقي مثل ما تحدثنا عنه بالنسبة. نعم. لهذه القوى التي منها أصبحت سياسية فيما بعد. نعم. ومنها عادت عسكرية فيما بعد. يعني. نعم. ما اريد اذكر اسماء حتى. نعم. احنا بوضع دعايه انتخابيه. نعم. بس اكو مثلا احزاب تخلت عن السلاح بعد 2003. نعم.
وقالوا احنا صرنا سياسيين بعد خلص انتهت فترة المقاومة من ميليشيات الى منظمات صارت الى منظمة ايه؟ بعدين نعم. رجعت صارت مسلحين مسلح صحيح وهلم مجرة. طيب انا اريد اسألك بقت عندي نص دقيقة استاذ نوري، تعتقد سيكون هناك صراع سيحدث للأحزاب السياسية المرتبطة بالميليشيات بعد الانتخابات؟ بالتأكيد. ليش؟ خلاف على رئاسة الوزراء بشكل أكيد ورئيسي. شوف معالجة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أسهل من قضية معالجة رئيس الوزراء. فرئيس الوزراء الصراع عالي المستوى ما بين الكتل التي يعني بالعرف السياسي ما بعد 2003 دستوريا مو صحيح ما موجود بالدستور هيج بالعرف السياسي صارت لجهة معينة رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان والجمهورية هذا مثل هذا التقسيم المحاصصة الطائفية التي هي أوصلت البلاد إلى ما هو نحن فيه. فبالتالي يعني ما ينبئ للأيام المقبلة ما بعد الانتخابات إلى أيام سيئة للغاية. أنا أشكرك أستاذ نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي، أشكر حضورك هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. بالعفو. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.